بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. هاتان الآيتان أتى بهما المصنف رحمه الله تعالى ليثبت صفة خبرية لله عز وجل مستندها الخبر السمعي، ألا وهي صفة الوجه لله تعالى. فلله تعالى وجه حقيقة، وجه حقيقي على ما يليق بكماله وجلاله سبحانه، ليس كوجه المخلوقين، إنما وجه متصف بالجلال والإكرام والعظمة والكبرياء. والدليل على ذلك قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهذه الآية معطوفة على ما قبلها: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولهذا قال بعض السلف: ينبغي إذا قرأت كل من عليها فان أن تصلها بقوله: ويبقى وجه ربك، حتى تبين نقص المخلوق وكمال الخالق، وذلك للتقابل، هذا فناء وهذا بقاء. كل من عليها فان، يبقى كل مخلوق يفنى، وأما الخالق العظيم يبقى، فهو الأول والآخر، الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، الباقي بعد خلق، الوارث عز وجل. ويبقى وجه ربك أي لا يفنى. والوجه معناه معلوم، لكن كيفيته مجهولة، وهكذا قولنا في جميع صفات ربنا تعالى. فنقول: الصفة معلومة، يعني معلوم معناها الذي تعرفه العرب من لغتها. وأما الكيف، كنه وحقيقة، وكيف هذه الصفة الله أعلم. فالكيف مجهول، فإن الله عز وجل لم يخبرنا بذلك، فنؤمن بالصفة على ما أخبر الله وعلى مراده، وكذا نؤمن بالصفة على ما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نعلم كيف وجه الله عز وجل كسائر صفاته، لكننا نؤمن بأن له وجها موصوفا بالجلال والإكرام، وموصوفا بالبهاء والعظمة والنور العظيم، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه. السبحات
هو نور الوجه وتلألؤه وبهاؤه. لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وحجابه النور. فالنور هنا نور، أي صفة من صفات ربنا سبحانه وتعالى. وأما نور السماوات والأرض فهو نور مخلوق، فهو منورهما عز وجل. أما النور الذي هو صفة من صفات الله ليس مخلوقا، فالله تعالى اسمه النور وصفته النور، لكن نور الشمس مخلوق، نور القمر الذي هو مستمد من الشمس هذا مخلوق، لكن صفة الله التي هي النور هذه صفة عز وجل ليست مخلوق. لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، يعني نور وجهه وتلألؤه وبهاءه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وبصره عز وجل لا ينتهي إلى كل شيء، وعليه فلو كشف هذا الحجاب أي حجاب النور عن وجهه احترق كل شيء. هذا نقول هذا الوجه وجه عظيم لا يمكن أبدا أن يماثل أوجه المخلوقات. وبناء على هذا نقول من عقيدتنا أننا نثبت أن لله وجها حقيقيا، ونأخذه من قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ونقول بأن هذا الوجه لا يماثل أوجه المخلوقين بقوله تعالى ليس كمثله شيء، ونجهل كيفية هذا الوجه بقوله تعالى ولا يحيطون به علم. فإن حاول أحد أن يتصور هذه الكيفية بقلبه أو أن يتحدث عنها بلسانه قلنا إنك مبتدع ضال قائل على الله ما لا تعلم، فقد حرم الله علينا أن نقول عليه ما لا نعلم. قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني لا تتبع. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهنا قال عز وجل وابقى وجه ربك، أضاف الربوبية إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه الربوبية أخص ما يكون من أنواع الربوبية، لأن الربوبية عامة وخاصة، والخاصة خاصة، والخاصة خاصة أخص، وخاصة فوق ذلك. كربوبية الله تعالى برسله فالربوبية أخص أفضل بلا شك. والله رب الرب العباد كلهم، ورب المؤمنين، ورب الرسل. وقوله ذو الجلال والإكرام ذو وصف الوجه والدليل الرفع، ولو كانت صفة للرب لقال ذي الجلال كما قال في نفس السورة تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فلما قال ذو الجلال علمنا أنه وصف للوجه، يعني ويبقى وجه ربك ذو مرفوع، وعندي هنا وجه مرفوع.